لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الاثنين 18 نوفمبر، والنهاردة القمر موجود في برج الأسد. عندنا كمان المريخ موجود في برج الميزان، والشمس في العقرب، وفينوس والمشتري في القوس، وزحل وبلوتو في الجدي. وعندنا 3 كواكب بيتراجعوا: أورانوس بيتراجع في برج الثور، وعطارد بيتراجع في العقرب، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندكم القمر في وضع داعم في منزل الحب، وده بيديكوا طاقة عاطفية هايلة، وكمان عندكم جرأة وشجاعة في التعبير عن مشاعركم. ممكن تقضوا أوقات حلوة مع الأحباب، وممكن كمان يكون في تواصل. لو عندكم أولاد هيكون عندكم تواصل أفضل مع أولادكم. في الشغل أو على الصعيد المهني هتكونوا عندكم نشاط أكتر وإصرار على الإنجاز. وعموما يعني الحظ بيحالفكم على كل الأصعدة إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. النهاردة عندكم القمر في وضع للأسف معاكس، فلازم تكونوا منتبهين، تحاولوا تكونوا لبقين وما تدخلوش في أي جدال ممكن يؤدي لصدام مع الأهل ومع القرايب وفي علاقاتكم الاجتماعية. مهم كمان النهاردة لو عندكم ضغوط عائلية، لأن القمر معاكس في منزل العيلة، فحاولوا تحلوا المشكلات العائلية بهدوء، ويعني تحاولوا تكونوا بتحلوا من منطلق العدل، يعني تحكموا على الأمور بعدل وتكونوا حقانيين. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. مواليد الجوزاء النهاردة عندكم القمر في وضع داعم جدا بالنسبة لكم، عندكم القمر في منزل العلاقات، بيديكوا لباقة ودبلوماسية ويقظة ذهنية. وكمان النهاردة بالنسبة لكم وبكرة يومين مناسبين جدا لو عايزين تعملوا انترفيو في شغل، هيكون عندكم قدرة على إبراز مواهبكم. كمان عموما عندكم قدرة على التفاوض وقدرة على الإقناع هايلة، وتعرفوا انكم ان شاء الله توصلوا لاهدافكم بذكاء. كمان النهاردة وبكرة يومين هايلين لتوطيد علاقتكم باللي حواليكم، يعني تعرفوا تحققوا توافق على الصعيد الاجتماعي والمهني والعائلي. وكمان ممكن يكون العاطفي رغم مواجهة فينوس ليكم. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. النهاردة عندكم القمر في منزل التاني، ده بيخلي تركيزكم ممكن يكون قليل، فحاولوا تحافظوا على توازن قراراتكم، حاولوا انكم تراجعوا قراراتكم كويس قبل ما تنفذوها، تراجعوا خطواتكم. ده ينطبق على الصعيد المهني وعلى الصعيد المالي. مهم جدا ما تتسرعوش في قراراتكم المهنية والمالية عشان تتجنبوا أي خسائر أو أي قرارات خاطئة ممكن تتسبب في خسائر. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. النهاردة عندكم القمر موجود في برجكم، وده بيدعمكم جدا وبيديكم ثقة بالنفس وحضور في كل مكان، تعرفوا تثبتوا نفسكم وتعرفوا تفرضوا إرادتكم. كمان هيكون كمان عندكم سحر وتألق وجاذبية، وتعرفوا تلفتوا الأنظار ليكم وخصوصا أنظار الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. النهاردة للأسف القمر في منزل الصحة السلبي، وده ممكن يخلي طاقتكم قليلة أو تكونوا بتميلوا للعزلة. عموما النهاردة لازم تاخدوا قسط وافر من الراحة وتحاولوا تسترخوا. كمان ما تعلنوش خططكم، ولو عايزين تنعزلوا شوية عموما عدم الظهور مفيد ليكم،
وتقدروا الانعزال بيخليكم عندكم رغبة في التأمل، وده ممكن يوصلكم لحلول كتير ولتحديد مشاكل وأسبابها، ويساعدكم على إيجاد الحلول للمشاكل عموما. فالنهاردة بس ما تعلنوش أفكاركم، ما تعلنوش خططكم، وتجنبوا الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان. النهاردة القمر بيدعمكم جدا في منزل الأصدقاء، ويعني بيديكوا ده دعم من أصدقاء مخلصين. كمان على الصعيد المهني تعرفوا تحصلوا على دعم من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل. وعلى الصعيد الاجتماعي كمان ممكن تظهر لكم فرص هائلة تساعدكم في مستقبلكم. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. النهاردة للأسف عندكم القمر في وضع معاكس لمدة يومين. لازم تكونوا واخدين بالكم، تتحكموا في عصبيتكم وفي انفعالاتكم، مهم ترتبوا أفكاركم وأولوياتكم عشان ما تقعوش في أخطاء بسبب التشوش أو في حالة فوضى. فحاولوا بس تنظموا جهودكم وأولوياتكم وأفكاركم عشان ما تقعوش في أخطاء. نروح بعد كده لبرج القوس، مواليد القوس. النهاردة عندكم القمر في منزل الحظ، بيديكوا حظ على كل الأصعدة، يعني تعرفوا تحققوا مكاسب مالية، والظروف ممكن تساعدكم تعملوا مغامرة موفقة وممتعة. النهاردة يوم مناسب للسفر عموما، تقدروا تسافروا تعملوا رحلة تكونوا موفقين فيها. لو عايزين تسعوا للسفر النهاردة وبكرة، يومين مناسبين للسعي للسفر أو للسفر. كمان لو بتتعاملوا مع جهات أجنبية النهاردة يوم وبكرة كمان يومين مناسبين لتوطيد صلاتكم بالجهات الأجنبية. نروح بعد كده لبرج الجدي ومواليد الجدي. النهاردة عندكم القمر في منزل المدخرات، بيديكوا يوم هايل للبيع والشراء. بكرة كمان يوم مناسب للبيع والشراء. عندكم إدارة جيدة للنفقات وإدارة جيدة لأموركم المالية، ممكن تلاقوا وسيلة أو تكونوا موفقين في أنكم تلاقوا وسيلة لزيادة دخلكم إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. النهاردة عندكم القمر في مواجهة برجكم، وده بيخليني أقول لمواليد الدلو لازم تنتبهوا في خطواتكم النهاردة، وتتجنبوا العناد، وتتجنبوا العصبية أو الانفعال أو الغضب مع اللي حواليكم، وخصوصا مع شركاء الحياة ده لو انتوا متجوزين. بقول تجنبوا العناد على في الحياة الشخصية، لكن في العمل مطلوب منكم تكونوا حذرين، تحموا حقوقكم. يعني لو انتم مطالبين باتخاذ قرارات ما تستعجلوش، قرارات مهمة ما تستعجلوش، يعني لازم تدرسوا كويس عشان ما يتخذش حق من حقوقكم وترجعوا تندموا، او كمان عشان ما تقعوش في اخطاء تتمسك ضدكم. لو كنتوا مطالبين بتوقيع اوراق او عقود لازم تكونوا منتبهين جدا في التوقيع على اي اوراق، وعموما في الامور القانونية لازم تكونوا منتبهين. كمان ما تغامروش ماليا النهاردة وبكرة، يومين مش مناسبين للمغامرة لا ماليا ولا مهنيا ولا في الحياة الشخصية. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندكم القمر في منزل العمل الإيجابي ومنزل الصحة الإيجابي، ده بيديكوا طاقة ونشاط وحيوية، وعندكم استعداد للاجتهاد، وعندكم كمان قدرة انكم تعرفوا توظفوا جهودكم في الاتجاه السليم.